السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم مصطفى عبد الله. بأمر الله في حد على القناة، في كذا حد متابع قال لي عايزين فيديو إزاي إن إحنا نسن العدة وكده، فإن شاء الله هبدأ معاكم النهاردة في فيديو صغير كده. فيديو يعني مثلا أنا هنا سنن فدية، هنا هي شوكة، تمام؟ دي فدية شوكة زي ما انتم شايفين قدام منكم اهو. فان شاء الله هنسن مع بعض برضو. دي فدية تانية انا لحمها بامر الله، برضو هبقى اصور معاكم فيديو بطريقة اللحام بتاع الفدية بعد كده. الفدية بامر الله، طبعا الفدية دي انا اللي لحمها طبعا بالنحاس عندنا في الورشة. ودي التانية ان شاء الله اللي انا ان شاء الله هسنها شوكة زيها. ان شاء الله هنتابع مع بعض بامر الله. طبعا هي الحته بتاعت سن العده دي انا بامر الله اتعلمتها من والدي، ربنا يديله الصحه يا رب ويبارك في عمره. السن بتاع العده بالذات هو يعني نقطه بتكون مهمه قوي عند صاحب ورشه الخراطه، لان هو دايما صاحب الورشه هو اللي بيبقى مختصر. يعني انا اسمع من والدي ان كان صاحب الورشه الحاج علي الله يرحمه، الحاج علي المكاكي، كان هو اللي دايما هو اللي كان بيسن العده، ما كانش بيخلي اي صنايع يسن العده، بحيث ان هو يحافظ على العده على قد ما يقدر، لان برضو الصنايع الشاطر هو اللي يقدر يحافظ على الفديه، ما يخليش جوز الفديه يتقصف منه كل شويه، ما يهدرش فديه وما يهدرش الماس لصاحب الورشه. فدي برضو حاجه بامر الله الصنايعيه ياخدوا بالهم منها، ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يسنوا الفديه، ان هم يحافظوا على الفديه بامر الله. طبعا اول حاجه هنا ده عندنا حجر النار، والناحيه الثانيه حجر الفيديا. دلوقتي دي فيديا ان شاء الله هنخلص الاول، هنخلصها من الحديد من تحت، ونتعلم يعني بامر ازاي نجيب دي على جنب الحجر، لان هي النقطه دي مهمه. لازم الفيديا تكون متخلصه من هنا زي ما انتم شايفين كده، يكون اعلى حاجه في الفيديا هو الجنب بتاعها من هنا عشان لو جيت اشتغل فيه. وطبعا اعلى حاجه في الفيديا هو البوز بتاعها، والجنب التاني طبعا اعلى حاجه في الفديه بيكون هو ايه البوز بتاعها اللي من قدام من هنا، بحيث ان اللي يشتغل بيها من الجنب ده او من الجنب ده او من قدام يعرف ان هو يشتغل بيها على المخرج. طبعا انا بعتذر للناس ان انا بتاخر، لان طبعا انا مش المكان عندي ضيق شويه. ان شاء الله هظبط اماكن للتصوير بامر الله، وان شاء الله هحاول ان انا انزل لكم فيديوهات على طول بامر الله تكون مفيده، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. وبامر الله ادعو لوالدي، هو اللي معلمني، ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. بسم الله، نسمي الله كده معانا، بسم الله.
طبعا بسم الله، زي ما انتم شايفين كده طبعا بحاول ان انا اشتغل اجيب الكيرف او الدوران ده جنب الحجر، هو اللي يجيبه لي بامر الله، تمام، بحيث ان هو يخلص لي الفدية من تحتها بنسبة الميول البسيطة بتاعة الدوران بتاع الحجر. يعني انا بحاول اخدم الحجر على الجنب ده كده وبحرك شمال ويمين، تمام، ما خليش الحجر يضرب في بوز الفدية من فوق من الحتة دي، لان هي دي الحتة اللي انا هشتغل بيها. معايا؟ يا رب بس ان شاء الله تكون واضحه قدامكم، انا بحاول اوضح على قد ما اقدر. فانا طبعا خلصت الجنب ده شويه، عايز اخلص الجنب التاني، فان شاء الله هحاول بس انقل الكاميرا كده. عشان اقف الجنب التاني ان شاء الله عايزين دعم القناه، وان شاء الله هنحاول نظبط اماكن للتصوير لكل حاجه، وان شاء الله نصور لكل الناس اللي هي عايزة كل حاجة بأمر الله. ربنا ان شاء الله ييسر الحال. تمام كده انا خلصت الجنب ده، عايز اخلص الجنب ده شوية برضو كده، ايه، نقرب الجنبين لبعض. نخلصه الاول على الحجر الاول، حجر النار الاول، وبعد كده نبقى نخلصه على الحجر الفدي. هنشتغل ان شاء الله دلوقتي على الحجر الفعلي. تمام بامر الله، ده ده الفدية بامر الله دلوقتي.
طبعا انا بامر الله وانا بنزل لكم الفيديو ده مش هحاول اسرعه، معلش هو ممكن يبقى ممل لبعض الناس شويه، بس هحاول اسيبه كامل بحيث ان اللي عايز ياخد باله من تفاصيل الفيديو. طبعا انا هنا في معلومه عايز اقول عليها، انا بحرك ايدي على الحجر شمال ويمين، ودي طبعا عشان ما افحرش جنب، ما اكلش من جنب من الحجر واحد واسيب الجنب التاني عالي بحيث ان الحجر كده هيجي يبوظ معايا على طول. او ان انا برضو في حاجة كده عايز اقولها، حاول ان الصناعية وهم بيشتغلوا على الحجر ده او الحجر ده ما يبقاش الحجر مفحور من النص، لان ده بيخلص الحجر بسرعة. تمام. طبعا انا هنا كده خلصت الجنب ده، دلوقتي بقى اعلى من الجنب التاني سن، ماشي؟ فانا برضو هجيب الجنب ده سنة. طبعا كده ان شاء الله هنشوف دلوقتي الجنب التاني من الحجر. طبعا بأمر الله كده خلاص خلصنا الفدية. تمام. اما حاجة زي ما انا قلت لكم كده شايفين، انا بس ان شاء الله عايز الصورة تكون واضحة بالنسبة لكم. هنا الجنب ده متخلص خالص اهو زي ما انتم شايفين، والجنب التاني متخلص خالص، وده طبعا الدوران اللي قدام ده برضو متخلص، بحيث اعلى حاجة في الفدية هي البوز الفوقاني. تمام. وعلى حاجة هنا الجنب، وعلى حاجة هنا الجنب. طبعا الفدية دي كانت فدية زاوية، ما كانتش فدية شوكة، عشان كده اخدت معايا وقت شوية ايه في الشغل. فان شاء الله هنحاول نجيب لكم بعد كده نعمل مقارنة ما بين فصوص الفدية اللي موجودة في السوق ان شاء الله، وربنا ييسر الحال. واي استفسار بامر الله، اخوكم مصطفى تحت امره. تمام. انا بس بحاول ده اللي انا باخده على جنب الحجر بحاول اوضحه. تمام. وده الجنب التاني، وده البوز بتاعها القدامي. تمام. شكرا لمتابعة حضراتكم، وربنا ييسر الحال ان شاء الله وننزل لكم فيديوهات. السلام عليكم.